تم استزراع اليوم بسد كيسير حوالي 1000 بلعوض. بارك الله فيك. وهذه البلاعات لسمك الصندر، ولأول مرة يتم إدخال سمك الصندر إلى سدود بلاجيج، لأن العمليات الأولى كانت تقتصر على سمك الشبوط فقط. وستلي هذه العملية عمليات أخرى لاستزراع سد إيراكل وكذلك سد بوسياطا وسد بن هارون في ولاية ميلا.